السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، حكومة الخدمات أمام اختبار تنفيذ وعود البرنامج الحكومي. الفساد من أراضي الوفاء إلى تقاعد الأنبار، دولة رئيس البرلمان هل بدأت بالانهيار؟ رسمت الحكومة برنامج طموح للنهوض بواقع البلد وفق إشادة المتخصصين فقرات البرنامج، وكذلك وضعت الطريق بتحديد مسارات سير عملها للمحطات اللي مرت بها الحكومة من تحديات صعبة ومكافحة الفساد وضغوطات داخلية وخارجية أرادت فرض هيمنتها على قراراتها اللي كانت مرحلة عصيبة، واليوم هي في مرحلة أخرى لا تختلف عن سابقاتها. فبعد مصادقة الموازنة ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، لابد من تنفيذ حقيقي وعمل دؤوب لتحقيق الوعود، فيعتبر المراقبون تحدي آخر لا يخلو من العراقيل اللي توضع أمام عملها. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة راح نتحدث عن مؤشرات الفساد في محافظة الأنبار اللي باتت معقل لعمليات الهدر والإضرار بالمال العام والتجاوز على المستحقات والدخول في مساحات خيانة المهمة. هاي الأدلة المتنامية طوقت دولة رئيس البرلمان المهددة بالانهيار، فأغلب الأسماء الواردة في التحقيقات والاستقدامات القضائية مقربة من الحزب الحاكم، وربما تتعدى هذه الأضلاع وتصل لرئيس البرلمان ويكون إلها شيء في ميزان السياسة، فقد تصل مديات الأمور لفك عقد الشراكة بين قطبي المكون. هاي الملفات راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. الكثير من المشاريع كانت تنتظر الموازنة وفق ما رسمتها حكومة الخدمات، فبعد ما وضعت حرب الموازنة أوزارها اليوم تتجه المطالب إلى تنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي، خصوصا الجانب اللي يتعلق بالخدمات والإعمار. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد التقرير الآتي. خطط وضعتها حكومة الخدمة الوطنية منذ بداية مشوارها الحكومي تمثلت بمشاريع استراتيجية وخدمية وتنموية لتطوير واقع البلد والنهوض به، ولما كانت الموازنة العائق الأكبر أمام تنفيذ البرنامج الحكومي بخطوات تتسابق مع الزمن، عملت الحكومة على تنفيذ المشاريع التي لا تحتمل انتظار مستحقات الموازنة، فاتجهت نحو العمل بما يتوفر لها من إمكانيات وجهود وموارد مالية لئلا يتأخر سير عمل الحكومة في تنفيذ المشاريع. أما دخول الموازنة حيز التنفيذ وما تحمله من مستحقات مالية يمكن من خلالها النهوض بواقع البلد، فتحت الآفاق أمام جهود الحكومة الحالية للتنفيذ الفعلي بما ينسجم مع ما قدر للمشاريع من موارد مالية وإتاحة الإمكانات. فحكومة الخدمة الوطنية اليوم أمام اختبار كبير لمدى تنفيذ البرنامج الحكومي بخطوات تتناغم مع ما جاء فيه من وعود، لتكون المحطة الأولى لها بعد طي صفحة المصادقة على الموازنة، خصوصا وأن المراقبين يصرحون أن الحكومة الحالية تحظى بدعم كبير من الأوساط السياسية والشعبية التي تدفعها لتنفيذ الإصلاح الحقيقي في البلد مقابل الكثير من التحديات والعراقيل التي تواجه سير عملها. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة من حصاد الأيام، ورحب بضيوفي الأكارم الدكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي، حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك ورحب بالأستاذ مفيد السعيدي الباحث السياسي، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور حيدر، وفق القراءة الاقتصادية ماذا يعني دخول الموازنة حيز التنفيذ بالنسبة للحكومة، وهل يجب علينا أن ننتظر تعليمات تنفيذ الموازنة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. وتحية لضيفك الكريم. حاليا الموازنة وبعد نشرها بجريدة الوقائع العراقية وبدأت الخطوات العملية لإطلاق هذه الموازنة، وتعتبر الموازنة الأكبر بتاريخ العراق والتي ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية أيضا على جميع المرافق الحياتية في العراق. فهذه الحكومة
هي نعتبرها حكومة محظوظة بهذه الموازنة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني، الدعم الداخلي السياسي، الدعم الخارجي، الدعم الشعبي، فتتوفر لديها جميع أنواع الدعم لأجل تقديم هذه الخدمات والتي يحتاجها الشعب العراقي والمواطنين، ومختلف المشاريع منتظرة أن تقوم بها هذه الحكومة. كذلك هناك كثير من الشركات التي ترغب بدخول العراق للعمل والتقديم ما يستطيعون من الاستثمارات والتنمية في مختلف المجالات. فسنشهد في الفترة المقبلة هناك كثير من المشاريع وهناك كثير من الأعمال التي يطمح لها الشارع العراقي وامتصاص البطالة. مجددا حياك الله أستاذ مفيد، بعد مرور الموازنة وعبورها لجميع متطلبات اللي تكسبها التحول من الورق إلى الواقع، أسأل حضرتك اليوم إحنا بدأنا بالعد الفعلي للحكومة لتنفيذ برنامجها، وهل هنالك وعد آخر عند الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأداء، رغم ما أنه كانت بأثر رجعي ومنذ بداية السنة كانت هنالك تخصيصات يعني خصصت بأثر رجعي؟ نعم، كل عام وانتم بخير، وتحية طيبة لكل ضيفك الكريم. طبعا لا أحد يتحدث عن مدى تنفيذ البرنامج الحكومي من عدمه، لأن الواقع والشارع هو من يتكلم في ذلك، فلذا ذهبوا باتجاه أبعد من ذلك، هو محاولة التصيد لبعض الأخطاء الموجودة هنا وهناك، وأيضا ربما الذهاب باتجاه كانت الشغل الشاغل في الأشهر الماضية هو موضوع كيف تقرر الموازنة وما استحقاقات المحافظات، وأصبحت ورقة سياسية أو ورقة إعلامية، الكل ربما حاول أن يتبرأ مما موجود في داخلها وحاول الهروب منها بداعي مظلومية بعض المناطق الموجودة في بعض المدن العراق. اليوم إذا نريد نتكلم عن تنفيذ برنامج حكومي وتقييم لحكومة السيد السوداني من تاريخ قرار الموازنة، ربما ستنظلم هذه الحكومة وينظلم السيد السوداني من ناحية بعض الأرقام الموجودة أو تسليط الضوء على فقرة الأربعة أشهر لحين الانتخابات، يعني من للأسف كل دورة انتخابية كانت البرنامج الانتخابي والإعلاني للكتل السياسية هو الإخفاقات المرسومة أو الموجودة لدى الحكومة أي كان شكلها ولونها. فلذا لو نحسب الأربعة أشهر من الحين وجود انتخابات، فربما أمام الواقع من التسقيط ومحاولة من التنكيل في واقع حكومة السيد السوداني. لكن لو نرجع إلى من حين تسنم السيد السوداني وفريقه الحكومي إلى دفة الحكم، لاحظنا هناك ربما في حال مستوى صاعد من ناحية تقديم الخدمات، من ناحية المشاريع المطروحة. لاحظنا اليوم بعض المشاريع الطرق والجسور هي ربما لامست الحياة وأصبحت المواطن يراها بعينه. هناك مشاريع استراتيجية ربما متوقفة على واقع التخصيصات الموجودة، لكن كل هذا لا يكفي بأن يكون المواطن هو قد اقتنع بهذه الحكومة، بقدر ما يكون هناك رديف آخر اللي هو الإعلام والإعلان الحزبي السياسي الذي ربما يكون داعم بشكل أوسع. وأقول هذا اليوم نعيش نسبة الاستقرار النسبي في واقع العملية السياسية، هذا ربما أن يستثمر من قبل الإعلام الحكومي من أجل حتى زرع الثقة ما بينه وما بين الفرد، لكن هذا الاستقرار ربما هناك مؤشرات ربما ينفرط وربما نذهب باتجاه بعض التصدع في جدار هذا الاستقرار هو العملية الانتخابية المقبلة لانتخاب مجالس المحافظات. فلذا التقييم لا أحد يتكلم عن موضوع هل ماذا كيف قضى السيد السوداني 6 أشهر وأكثر من هذه السنة بدون الموازنة وكيف سيقدم، لأن لو نذهب بهذه التفاصيل ربما يكون دعاية وترويج لشخص السيد السوداني على غرار ما هو يذهب باتجاه نرى بعض الثغرات الموجودة. فلذا لا أحد، أنا أتوقع لا أحد يذهب كإعلام سياسي أن يذهب باتجاه مدى ما طبق من البرنامج الحكومي. لا ننسى أيضا ربما الموازنة موازنة 3 أعوام، نعم ربما تعاد عند نهاية كل عام على حسب المتغيرات والمستجدات في الواقع، لكن البرنامج هو لمدة 3 سنوات والموازنة لمدة 3 سنوات وتغير حسب المتغيرات الموجودة فيها. لذا اليوم أنا أقول أمام مفترق طرق ما بين الحكومة الحالية والقوة السياسية برمتها
لازم أن تقف وتدعم هذه الحكومة، لأن أما أن نذهب باتجاه زرع الثقة وتقديم الخدمات لنجدد العهد بالوجود في هذه الأماكن الموجودة وفي، وأما باتجاه أن نذهب باتجاه الفوضى الذي عشناها قبل عام من اليوم بعد نتائج الانتخابات. فلذا لابد أن ندعم هذه الحكومة حتى لا ننجر أمام المتغيرات الموجودة. لا أنسى أيضا ربما هناك أشار زميلنا موضوع الاستقرار أو الدعم الخارجي للحكومة الحالية، وربما أصبح فريق التنمية اليوم الذي ترسم خطوطه في الساحة العراقية ربما يكون حلقة وصل، ربما يكون هو النجادة لا نقول تتقاطع بل تتزاحم المستقيمات والمصالح الموجودة في الساحة العراقية، وتكون هذا التزاحم هو نقطة قوة للحكومة الحالية أو للدولة العراقية بصورة عامة. طيب هنا دكتور حيدر، موازنة حيز التنفيذ، يعني هذا المؤشر برأيك شنو يعني للحركة التجارية والاقتصادية في الأسواق، خاصة للرواتب اللي من المقرر أن تصرف بأثر رجعي؟ طبعا دخول الموازنة سيكون له آثار اقتصادية كبيرة بالنسبة لسوق العمل، بالنسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية، فالكثير ينظر وينتظر مثل هذه، وكذلك هناك عقود مؤجلة ومشاريع متوقفة ومشاريع على وشك الانتهاء منها، هذه المشاريع جميعها سترى النور، بالإضافة إلى هناك مشاريع جديدة هي مخصصة لها أموال لكنه حاليا يعني متوقفة نتيجة معتمدة على الميزانية والموازنة، فهذه جميعها ستكون حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة. هناك الآلاف من العاطلين عن العمل أو ملايين بالأصح من العاطلين عن العمل ينتظرون مثل هذه الموازنة، القطاع الخاص بمجمله ينتظر مثل هذه الموازنة لأجل أنه يعمل وينتج، وكذلك يعني حتى خارج العراق من المستثمرين والدول تنتظر أنه تطلق هذه الموازنة، ولاحظنا التحركات السياسية من بعض الدول والتقارب من العراق ومحاولة أنه تدخل إلى السوق العراقية، هذه كلها ستكون لها آثار إيجابية مستقبلا سترى النور في هذه الفترة. نحن نأمل من خلال هذه الموازنة والتي تعتبر الأكبر أن تدعم مجموعة مشاريع التنموية ومشاريع الخاصة بتنوع الموارد الاقتصادية، وتدعم مشاريع سياحية ومشاريع فردية، وخصوصا وأن العراق يحتاج إلى دعم المشاريع الفردية والمشاريع الصغيرة حتى تستطيع أن ترى النور ويستطيع القطاع الخاص من النهوض بها. فمثلا يعني حتى يعني نقرب المثال، نحن لدينا من المواهب العراقية الكبيرة، فمثلا في قبل فترة ارتقينا مع وفد فرنسي ذكروا أنهم قرأوا أشعار بدر شاكر السياب في 4 لغات وقرأوها باللغة الفرنسية وهي جميلة، فهذا يعني نحن كإمكانات فردية نستطيع أن ننهض بها إذا ما لاقينا الدعم أو بعض الدعم في شرائح كبيرة من المهمشة مثل فنانين وغيرهم، ممكن أنه نستطيع من خلال هذه الموازنة أيضا دعمهم ليروا النور. فنحن بالإمكان أنه تعاد الخطط الاقتصادية لتدعم أكبر عدد من الشرائح الاقتصادية حتى ننوع بالموارد والمصادر، فثروة النفط لا يمكن أن تستمر إلى الأبد والعالم يتقدم باستمرار. طيب هنا نتحدث عن إذا ما ضبطت الحكومة أدائها أستاذ مفيد ونفذت برنامجها اللي موسوم بأنه هي الحكومة حكومة خدمات والبرنامج يجب أن يقدم خدمة للمواطن، هل راح تعيد هاي المعطيات ترتيب العلاقة علاقة الشارع بالنظام السياسي ولكن من زوايا مغايرة، إيجابية مرة إبداعية مرة أخرى بعد أن كانت العلاقة سلبية في فترات ماضية؟ نعم أستاذ أحمد، مثل ما تفضلت يعني اليوم نلاحظ على آخر انتخابات هي كانت نسبة حيل متدنية لا ترتقي إلى مستوى قبول يعني في نتائج الانتخابات، ولاحظنا أيضا هناك امتعاض شعبي من الأداء السياسي، وليس امتعاض هو لا يرغب بوجود الطبقة السياسية والنظام السياسي الحالي ولا يحن أو يترحم على النظام والأنظمة السابقة، بقدر ما شوهت ذائقة المتلقي من خلال بعض القنوات المغرضة من خلال
البرامج السياسية التي تطلق في من قبل الأحزاب والكتل السياسية في أيام الانتخابات، من قبل الضخ الإعلامي الغير مرئي للكوادر الوسطية وأفراد الجهات السياسية، حتى ينزلوه يصبح حديث الشارع وحديث الكية في الشارع العراقي وحديث المقاهي. هذا كله شوه من طبيعة النظام السياسي الحالي بالذات بعد 2003، ربما المنظومة الخارجية، منظومة البعثية الملعونة، وأيضا المنظومات الإعلامية العربية منها الخليجية خاصة بالتحديد، هي اللي ركزت على موضوع محاولة التنكيل وتسليط الضوء على الجزء الفارغ من الكأس بقدر ما أن يعرضوا الإنجاز الموجود وما موجود في داخل هذا الكأس، وكيف تقاس نسبة عمل الحكومة بالنسبة المئوية. أنا أقرأ من ناحية النسبة المئوية، هل وصلت إلى نسبة 50% نسبة نجاح؟ بالتأكيد وصلت إلى نسبة نجاح في ظل التحديات الموجودة. النظام السياسي الحالي نظام قد ظلم من ناحية وجود احتلال جاثم، من ناحية دخل من نظام دكتاتوري مستبد إلى نظام الديمقراطي مفتوح، من ناحية أيضا عدم وجود تعريف للنظام الديمقراطي، عدم وجود تعريف لحق التظاهر، عدم وجود تعريف لحق الشعب كمصدر للسلطة كما هو ذكر الدستور. نفس لا أنسى أيضا دور الإرهاب الذي رافق من 2003 وعمليات التفجير والفتاوى التكفيرية والإرساد المفخخة وصولا إلى الواقع الحرب داعش وهذه المحاولة الانقلاب على الواقع العراقي والواقع العربي بصورة عامة، ومحاولة أن يقضوا على شيء اسمه مكون على حساب المكونات الأخرى، وآخر فوضى وجدت في الشارع هو حراك تشرين وما آلت إليه الأمور. هذه كلها منغصات لا ترتقي أن يجلس المسؤول العراقي أن يفكر من ناحية كيف يبني وكيف يستثمر موارده الموجودة. ولا أنسى أيضا دور المحيط أو ما يسمى الحضن العربي أو المحيط العربي، كله كان دور سلبي من محاولة التعبير وعبور المفخخات والفتاوى التكفيرية، غلق الحدود من ناحية التعاون، من ناحية أيضا مقايضة والأمور أوراق ضغط تستخدم على النظام السياسي، ربما فقط دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هو ساند لواقع العملية السياسية الحالية. ها كلها لا أبر ساحة المسؤول العراقي من التقصير أو القصور في واجبه، لكن بقدر ما مظلومية هذا النظام الحالي اليوم احنا نعيشه تحت أي مسمى أو أي كيان هو يتبنى هذا الموضوع. لو عملنا أو لو سلطنا كان إعلامنا إيجابي لحد ربما بطولة خليج 25، كانت قد نقلت الصورة الحقيقية للواقع العراقي، ولاحظنا من ناحية التقارير من قبل القنوات الفضائية قد تفاجأ الحضور. هذه هي البصرة التي ربما كانت إعلامها الذي صدر عنها إعلام سلبي، هذا هو العراق. وكذلك لاحظنا بعض جلساتنا بعض الأخوة من يجون من لبنان وغيرها وافدين إلى العراق يقول إحنا من سوء حظنا اليوم طلعنا واجبنا إلى العراق، لكن عندما وصلنا بغداد لاحظنا العيش نرجع الساعة بعد الثانية منتصف الليل، وبغداد هي الأمان ومستقرة نسبيا، كذلك واقع الاستقرار السياسي النسبي اليوم الموجود أو حتى كان في تلك الفترة محاولة التشنجات، هي اليوم تحتاج أن المنظومة الإعلامية أن تغير من نمطها الحالي. المنظومة الإعلامية مرتبطة بالجهات السياسية، وكذلك الجهات السياسية أن تبني برامجها الانتخابية وبرامجها السياسية من أجل خدمة المواطن لا من أجل تسليط الضوء على الإخفاقات الموجودة. هناك مقولة تقول من لا يعمل لا يخطئ، والخطأ دليل وجود عمل، لكن أجي أقيس نسبة الخطأ والإخفاق مقابل العمل. إذا كان أعلى من نسبة العمل فإذا نقف عندها نقوم أن يكون إعلامنا التقويم لا إعلام تسقيطي. للأسف الفترة أنا استعرضت هذه الفترة من 2003 لغاية ربما قبل 6 أشهر أو 7 أشهر عندما تسلم السيد السوداني حكومة العراقية الحالية، هي كان إعلام سلبي، محاولة تنكيل في الواقع العملية السياسية وفي الشخوص الذي ربما ضحت وقدمت، وتاريخ مشرف يتشرف كل عراقي من قبل 2003 ولغاية فتوى الجهاد الكفائي. اليوم الكل أمام مفترق طرق، لأن اليوم كلها ذاقت النار وانكوت في نار العزوف الشارع العراقي عن الانتخابات الفائزة وانسحبت، وحتى الذي اليوم هي موجودة هو كيفية إقناع الفرد، إقناع الفرد في توفير الخدمات. ف
فلذا اليوم أن نحاول نعكس إعلامنا ونسلط فقط على الجوانب الإيجابية وسلطنا الضوء على نقطة سلبية، فهذه السلبية مقابلها العلاج الكافي والوافي لهذه السلبية والإخفاق الموجود حتى ينتبه إليها رئيس الوزراء وينتبه إليها رئيس المؤسسة الذي يوجد فيها إخفاق، كذلك ينتبه المواطن بأن الإعلام هنا أصبح إعلام تكاملي ليس إعلام تفاضل تناقص من الخدمة الموجودة. فإذا اليوم أجمع الجميع لابد أن دعم هذه الحكومة ودعم الخدمات الموجودة ولابد الإسراع. لكن أنا أقول هناك البعض من عند النواب قد استعرض للأسف لا زال المنظومة الإعلامية السابقة عالقة في ذهنه، استعرض مظلومية الوسط والجنوب، منهم استعرض مظلومية المناطق الغربية وجرف الصخر ومحاولة بعض الاستعراضات الانتخابية السياسية، هذا اليوم قد انتهت وولت. حتى الشارع عندما جلسنا معهم أيام هذه الاستعراضات قال لهم مجرد هاي محاولة أن يبيض وجهه أمام الشارع أن ما يستطيع أن يقدم شيء أو ربما أخفقه، وهذه عملية أو دعاية إعلامية أو إعلانية هي مستهلكة. فلذا اليوم موضوع دعم الحكومة ودعم البرامج الاستراتيجية الخدمية منها ودعم البرامج التكتيكية وحتى الانحراف الإعلام باتجاه يكون إعلام تكاملي وداعم للواقع هو يزرع الثقة في نفسية الفرد. عندما تنزرع الثقة في نفسية الفرد ربما تعاد العملية التكاملية من جديد وتعاد العملية السياسية في واقع الانتخابات، تكون نسبة الانتخابات تصعد وتكثر أعلى وأعلى نسبة المصوتين، وتكون بالتالي نتائج الانتخابات ليس النتائج التي عشناها قبل عام نتائج مشوهة، ولا يستطيع أي جهة سياسية أو أي برنامج خارجي التلاعب بها. هذا إدارة توقع جيدة جدا دكتور حيدر، لما يذهب الأستاذ مفيد السعيدي إلى توقع نتائج انتخابات مجالس المحافظات باعتبار أن الحكومة حكومة خدمة وطنية والمجالس هي حسب الدستور تؤدي هذه الخدمة للمواطن بشكل مباشر، ولكن أيضا تحدي هذه الخدمة أين يكمن يعني؟ وأسأل حضرتك عن مدى إسهام اللجنة المالية في متابعة هذه المصروفات المالية ومنع الهدر والتلاعب، خاصة وأن أبواب الصرف ذهبت لمشاريع خدمية. نعم، الموازنة إذا ما لاحظنا توجد بها أبواب كثيرة للهدر المال العام وكثير من المصاريف الكبيرة، فهذه هي نقطة سلبية حقيقة لاحظتها على الموازنة، وخصوصا وأنه تم تقليل سعر الصرف وبالتالي هذه الأرقام أصبحت أرقام كبيرة لا يستفاد منها المواطن، فسعر الصرف هو لا يزال مرتفع في حين هم مقل يعني قلت قيمته بالنسبة هناك أصبح 131 ألف للمئة دولار، فهذه طبعا من الأمور التي تنعكس أيضا على الخدمات والسلبية. من الملاحظ هناك نقاط ممكن أنه نستفيد منها من خلال هذه الموازنة، فالتقارب ما بين القوى السياسية المؤثرة على الواقع العراقي مثلا مثل ما بين إيران والولايات المتحدة والسعودية وغيرها في هذه الفترة، تأتي هناك نقاط إيجابية كثيرة في التقارب بينهم يخدم العراق، هذه من جانب. من جانب آخر هناك فرص كبيرة للعراق للاستفادة منها، فمثلا الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، فالمعامل والصناعات ما بين هذه البلدان الكبيرة والعملاقة حاليا هذه المعامل تباع بأسعار مناسبة جدا، ممكن العراق يستفيد منها يعني ربع قيمة القيمة الحقيقية نتيجة الضغط الاقتصادي على هذه الدول، وممكن وأيضا هي أسعارها بالأساس هي ليست عالية، فممكن أنه العراق يستفيد، هو لديه يملك الأموال ممكن أنه يستورد هذه المعامل مع خبرائها مع عامليها لتعمل بالعراق، ويستفيد منها العراق بدل أن يستورد السلع المختلفة من الخارج ويوفرها. كذلك هناك عوامل تكرار المنتج، بدل أنه يبيع النفط نفط خام، فالعراق يستورد سنويا بما يعادل 5 مليارات من المنتجات النفطية المصنعة، فممكن أنه يستورد المصافي لتكرار، وبدل أن يبيع النفط بالنفط الخام فممكن أنهم يستثمر ويبيعه بالمنتجات المصنعة أو يوفره أيضا للداخل العراقي ويوفر هذه السلعة حتى يتلافى التقلبات السعرية بأسعار. فهذه الحكومة هي معتمدة بالدرجة الأساس والانتخابات
تعتمد بشكل رئيسي على ما يقدمه حكومة السوداني، الحكومة التي نسميها الحكومة المحظوظة حقيقة نتيجة توفر الظروف الداخلية السياسية الخارجية والدعم الشعبي والدعم المالي وجميع العوامل الأخرى. فهل ستنجح هذه الحكومة في توفير هذه الفرصة؟ فهذه الفرصة لن تأتي لأي حكومة سابقة، هذه لأول مرة تأتي لحكومة السوداني، وهي على محك الاختبار والشارع ينتظر ماذا ستقدمه، بالإضافة إلى الظرف الدولي من ارتفاع أسعار النفط والحرب التي دارت في روسيا وأوكرانيا والقوى السياسية. فجميع الظروف هي مؤاتية لهذه الحكومة للنجاح، ونتمنى لهذه الحكومة التوفيق والنجاح. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور حيدر عصفور الخبير الاقتصادي لحكاية الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك الشكر موصول لحضرتك الأستاذ مفيد السعيدي الباحث السياسي ضيفا كريما في الاستوديو أيضا. متواصلون معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ علي نجديه الباحث في الشان السياسي، اهلا ومرحبا بك استاذ علي. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الشيخ مزاحم الحويت القيادي في تحالف اداره الدوله، اهلا بكم ضيوفا كرام. اتحدث وابدا مع حضرتك استاذ علي نجديه، من دائره التسجيل العقاري اكو مخالفات في محافظه الانبار وصولا الى دائره تقاعد الانبار، شنو سر هاي الملفات اللي بدأت تظهر تباعا في المحافظة؟ بداية تحية لحضرتك، تحية للضيف الكريم والسادة المشاهدين. يعني هذه من الإيجابيات، أنا أعتقد أنه تتم التفتيش عن الفساد والقضاء عليه في هذه الفترة، وفي التركيز الحاصل الآن على محافظة الأنبار، فهذا من الأشياء الإيجابية أنه نشد على يد الدولة ونشد على يد الأجهزة الرقابية أن تضرب الفساد بيد من حديد أينما كان وأينما ينتمي. فاليوم الإجراءات التي تقوم بها اللجان الرقابية وتقوم بها الحكومة العراقية هي إجراءات إيجابية، ونحن من هذا المنبر ندعو إلى عدم التهاون مع أي شخص تثبت عليه أي تهمة فساد أو أي جريمة فساد أو إهدار مال في محافظة الأنبار أو في غير محافظة الأنبار. لكن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك تركيز كبير على محافظة الأنبار، يعني ما أعرف هذا الشيء إيجابي أو سلبي، يعني نعرف إحنا الفساد ينخر في كل المفاصل الموجودة في مؤسسات الدولة وفي محافظات العراق الباقية، لكن هناك تركيز خاص على محافظة الأنبار ومحاولة نسب هذا الفساد إلى جهات سياسية معينة، بالتالي هؤلاء الأشخاص إن كانوا ينتمون إلى جهات سياسية وهذه الجهات متورطة بالفعل بهذا الفساد فليتم محاسبتها قضائيا وليس إعلاميا، لأن موضوع الإعلام يعتبر تشهير وتسقيط بهذه الجهات. اليوم كان أي مدير دائرة أي مدير تنفيذي له يد بالفساد يعني نحث على محاسبته وإنزال بأقصى العقوبات سواء كان في الأنبار أو في غير الأنبار. لكن أنا بصراحة استغرب هذا التركيز على محافظة الأنبار، يعني ما أعرف الحكومة تريد تسويها المدينة الأفلاطونية الفاضلة، هاي من الإيجابيات إذا كانت الحكومة تريد أن تجعل من محافظة الأنبار مدينة أفلاطونية، لكن نحن ندعو إلى أن تكون المسطرة تشمل الجميع. يعني اليوم إحنا سمعنا أكو سرقة قرن، يعني منفذ هذه السرقة حر طليق، بالتالي يعني تتم محاسبة جهات أخرى. أنا يعني أدعو أن لا تكون هذه تصفيات سياسية،
إذا كان هو محارب للفساد فإحنا نشد على يد الدولة والأجهزة الرقابية أن تحارب الفساد وتضربه بيد من حديد أينما يكون، لكن على أن لا تكون هذه تصفيات سياسية. ونحن نسمع أنه في الإعلام أنه هذه التهم لا تنسب إلى الأشخاص الذين قاموا بها، بل تنسب إلى جهات سياسية فاعلة في هذه المحافظة. نعم. طيب شيخ مزاحم، أجد ترحابي بجنابك ونتحدث عما يصدر ضد السيد الحلبوسي من خارج تقدم، وأيضا الأستاذ علي نجدية يشير إلى بعض هذه التفاصيل، ليش الأنبار من دونها من دون المحافظات؟ لما يصدر من خارج تقدم للتسقيط والانتقام أم هي تهم حقيقية وواقعية؟ نعم تحية لك أستاذ ولد ضيفك الكريم وأستاذ المشاهدين وكل عام بألف خير. وأنت بألف خير. طبعا يعني مو قصة القضية، مو قضية الأنبار اليوم. إحنا اللي يقود المحافظات الغربية واللي يتكلم باسمها واللي المنصب اللي يترأسه هو الحلبوسي هو من المحافظات الغربية، هو من الأنبار. اليوم احنا من جهة تطلع مواضيع ملفات فساد سرقة القرن، شخصيات تم القبض عليها مثل أنس العلواني الأنبار ورعد العباسي في نينوى وإقالة الفاسد محمد العاني رئيس صندوق أعمار المناطق المحررة، هذه كلها ملفات فساد وكلها قضايا فساد. أستاذ العزيز احنا بالغربية وخاصة يعني احنا ما نحكي طائفية بس يعني هي موجودة هذه، انه هذا المنصب رئيس الجمهورية للأكراد، رئيس الوزراء للشيعة، رئيس البرلمان للسنة، الحلبوسي ترأس رئاسة البرلمان باسم السنة، واحنا كنا ندعم الحلبوسي وكنا واقفين الى جانبه، لكن الحلبوسي خدعنا وخدع السنة وخدع الناس وخدع المواطنين وخدع الشعب العراقي. الحلبوسي اصبح دكتاتوري استحوذ على المناصب ويفرض قوته ودكتاتوريته بالمحافظات المحررة منها الأنبار ونينوى، لكن في نينوى انكسرت عضلاته وذرعته واللي كان هو يتقوى بها. بالأنبار كذلك بدت هاي العملية مع الإطاحة بالحلبوسي، لأن الحلبوسي اليوم أصبح رجل منبوذ ما له أي قيمة بالمحافظات الغربية. اليوم إحنا في تحالف إدارة الدولة كسنة اتفقنا على إقالة الحلبوسي مع الأخوة الإيطار والأخوة الأكراد، إن شاء الله بعد العيد بعد ما يتم المصادقة على الموازنة وبعد العيد راح يكون هناك حراك لقضايا ضد الحلبوسي، لأن إحنا أنا تحدثت لك إحنا بالبداية كنا ندعم الحلبوسي ووقفنا إلى جانبه، لكن بعدين عرفنا أن الحلبوسي رجل مخادع استحوذ على المناصب، سرق أموال الغربية، سرق أموال المحافظات من خلال شركاته ومن خلال النوافذ اللي محوطين بالمحافظات وهم واقفين إلى مع الحلبوسي. طيب. هذه كلها أيضا أسأل حضرتك شيخ مزاحم، الأستاذ علي نجدية لما يقول سواها يعني ليش هذا التركيز على الأنبار؟ هل لكمية الملفات اللي تفتح على الأنبار أم يعني هذا التركيز على الأسماء راح يجر أسماء أخرى في الفترة المقبلة؟ لا، التركيز مو على الأنبار أستاذ علي أخوي العزيز، التركيز على كل المحافظات، لكن الحلبوسي من الأنبار. أنت روح شوف الحلبوسي سوى بالأنبار، شوف كل المناصب، ما حد يقدر يحكي، مواطن ما يقدر يحكي مع شرطي مع منتسب، ليش يخافون من الحلبوسي من دكتاتوريته وشيته؟ يعني الشيخ ابو ريشه سطام ابو ريشه عندما تكلم الحقيقه الحلبوسي صدر اوامر قبض وسوى ارهابي. ابن عبد الستار ابو ريشه اللي حارب الارهاب يطلع ارهابي، هذا بيا قانون بيا هاي لمن يقولها؟ ليش الحلبوسي ما يعرف هو طلع منه؟ الحلبوسي هسه الارهابيين البسجون قاعد يطلعهم اللي لو هو قاعد يريد يطلعهم من السجون من خلال العفو العام، واحنا كنا رفضنا هذا الشيء.
استاذ العزيز شوف صفقات القرن خل اذهب على اي اساس شيخ شيخ مزاحم خل اذهب الاستاذ علي حتى يكون حوار تداولي بنينوه اي محافظه لكن اكثر شيء بالانبار وبنينوه احنا اليوم بنينوه نهينا نفوز الحلبوسي والايام القادمه راح تسمع انه الحلبوسي ما يظل اي شيء في نينوه بالعكس شيخ مزاحم تكون عمليات فتح ملفات من قبل النزاهة حق المسؤولين المرتبطين بالحلبوسي لأن هم شركاء بالسرقة اللي حصلت في محافظة نينوى. طيب هاي العمليات عمليات الفساد اللي سجلت في محافظة الأنبار أستاذ علي هل تهدد رئيس البرلمان تهدد سلطته في المحافظة عدا سلطته الخارج المحافظة حظوظه السياسية في الانتخابات مجالس محافظات انتخابات مجلس النواب القادم حظوظه المجتمعية هل كلها هاي خاضعة للتهديد؟ وهل هنالك جهات تحاول سحب البساط من تحت رئيس البرلمان؟ يعني بالتأكيد لا، لو كان هناك رعاية مثل ما يعني يشار إليه لأنه الحلبوسي يرعى هؤلاء الفاسدين ما كان تم محاسبتهم، يعني تعرف كل ضغوطات كان سياسية بهذا الاتجاه وما تم محاسبتهم، لكن أكبر دليل على أنه السيد الحلبوسي ليس له علاقة بهؤلاء أنه هم قاعد تم محاسبتهم بكل أريحية وتم عرضهم بكل شفافية على القضاء وعلى اللجان الرقابية وعلى هيئة النزاهة وغيرها، يعني ما أتصور الموضوع على علاقة. بس أنا متعجب أنه مزاحم الحويتي يحكي مرة باسم تحالف إدارة الدولة، وأنا أعرف أنه تحالف إدارة الدولة يديره رؤساء الكتل، مرة يحكي باسم المحافظات الغربية مثل القربية مثل ما هو يسميها وهو ابن الموصل، ومرة يحكي على العفو العام يقول إحنا رفضنا العفو العام. منو أنت حتى ترفض العفو العام؟ هذا العفو العام صار عليه توافق سياسي، السيادة وضعت بنودها وتم إدراج هذا الموضوع في المنهاج الوزاري للسيد محمد الشاع السوداني. يعني أنت تقول إحنا رفضنا، أنت من أنت؟ شنو تمثل أنت على الأرض؟ أنت ما تمثل، أنت ما تمثل غير نفسك. إحنا ندافع عن الأبرياء، رجاء نحترم الوقت وأحكي بوقتك فقط. اسمح لي أحكي بوقتك فقط، هذا الوقت وقتي. الموضوع العفو العام هو يخص الأبرياء والناس اللي تم زجها بالسجون. لك كل الوقت شيخ مزاحم، بس رجاءً حتى الصوت يتردد. احترم الوقت، لما أنت تكلمت أنا كنت أسمعك. إذا ممكن بس الصوت يتردد، إذا تسمح لي. موضوع العفو العام هو يخص الأبرياء والناس المظلومة، وإحنا نطالب بالعفو العام من أجل المظلومين اللي موجودين في السجن. يعني ما من المعقول موضوع المخبر السري والاعتقالات العشوائية والاعترافات التي انتزعت بالقوة، ما من المعقول هذا يستمر، وهذا صار عليه توافق سياسي وأكو محاكمات تنعاد وجهات قضائية هي اللي تبتم هذا الموضوع. مو أنت تجيني تقول لي أنا رفضت العفو العام، من أنت؟ شنو تمثل على أرض أنت؟ شنو أنت ثقلك السياسي منو أنت؟ جهات سياسية توافقت على هذه الشروط والبنود، تجيني تقول انا رفضت العفو العام. يمثل ما ترفض انت العفو العام، لا تحالف انت ولا غيرك. الدوله لما كان هو التوافق هو الكلام اللي الشيخ مزاحم يدافع عن فكرته، بس لا لانه كان التوافق في تحالف اداره الدوله هذه المعطيات. هو من يسميه شيخ مزاحم؟ طيب عرفت ماني؟ العمليات شيخ مزاحم يعني هنالك زيارات متكرره للسفيره الامريكيه لدى الى محافظه الانبار، هل واشنطن هي اللي منحت الضوء الاخضر لهذه العمليات او بالاحرى وفرت الغطاء لحدوث هذه الإشكالات؟ نعم. لا أستاذ، بس عندي موضوع أريد أوضحه للسيد النجدي. من يدافع أن الإرهابيين والدواعش؟ لا 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 لا، دير بالك تأخذ الموضوع لهذا الموضوع، دير بالك تأخذ الموضوع لهذا المسار. إحنا ما ندافع عن الإرهابيين، إحنا أكثر ناس تذينا من الإرهاب. صوب الحديث، صوب الحديث رجاء، صوب الحديث، لا تأخذ الأمور، لا تغش الرأي العام. هذول كلهم إرهابيين، واللي يطلعهم واللي يدافع عنهم هو إرهابي. إرهابي هذا كلام، هذا كلام مرعاع بصراحة، عيب هذا ينحكي. شنو اللي دافع عنهم إرهابي؟ أخي هذا رئيس الوزراء وضع في منهجه، شنو اللي دافع عنهم إرهابي؟ رئيس الوزراء هو اللي خلاه بالمنهج الوزاري، شنو اللي دافع عنهم إرهابي؟ شنو هذا المنطق هذا؟ واحد من الارهابيين وروح فتش نفسك ونظف نفسك، عيب عليك تدافع ان الناس ارهابيه ارتكبوا جرائم. زين، نرجع للسفيره الامريكيه وزياراتها الى محافظه الانبار شيخ مزاحم. نعم انا معك، بس خلي ننظف نفسي من الجرائم اللي ارتكبوها الارهابيين اللي دافع عنهم، بعدين
خليتك اتكلم. السفيرة الأمريكية هي اليوم أصبحت ترى أنا ما قاعد أسمع يعني مزاحم، ما قاعد أسمع للأمانة يعني صوته كلش ناصي، فإذا عبرني شيء ما أعرف. السفيرة أصبحت تتدخل بشؤون المحافظات الغربية، وهي تحسب نفسها أنه هي إذا تروح على محافظة هي المحافظ، تروح على أحد يعني القيادات الأربعة يعني هي تحسب نفسها. يعني تدخل السفيرة الأمريكية هذه تدخلات خارجية مرفوضة، وإحنا سابقا رفضنا التدخلات واليوم هم نرفض تدخلاته، لأن الأمريكان هم يجلبون الدواعش إلى المحافظات الغربية، لأن اليوم الدواعش تم قطع الحدود عليهم، الحدود الأراضي من الحدود السورية العراقية، اليوم لاكو هناك منافذ لدخول الدواعش من هذه المناطق، لأن هذه المناطق تم قطعها والسيطرة عليها من قبل قوات حرس الحدود والجيش العراقي والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي. لكن اليوم السفيرة الأمريكية عندما تتجول إلى هذه المحافظات وتقوي نفوذها، هذه وراءها عمليات إرهابية تنفذ في الأيام القادمة. من جاب هذا المنطق؟ اليوم ما تريد المحافظات الغربية مستقرة. مين هذا؟ مين لك هذا المنطق؟ هل راح توصل هاي الإجراءات أستاذ علي؟ هاي الإجراءات هل توصل الملاحقة القانونية للرؤوس الكبار في هذه العمليات، أم أن هنالك كبش فداء تكسر برأسه الجرة ومن ثم أشرت حضرتك إلى صفقة القرن، يعني جزء طيح لها باثنين ثلاثة والرؤوس الكبار لا يطاح بها؟ احنا نأمل أن يتم محاسبة كل من يشترك بالفساد، وإحنا عندنا ثقة بقضائنا العادل أنه هو راح يحاسب كل المفسدين سواء كانوا من الرؤوس الكبار أو الرؤوس الصغار. لكن موضوع أنه اشترار هذا المواضيع اعلاميا وسياسيا بصراحه يعني راح يؤدي الى تسويفها. احنا ندعو الى ان يتم يعني محاسبه الفاسدين قضائيا وليس اعلاميا، حتى يعني كل شيء يروح يعني بمسار الصحيح. يعني لما يكون اكو توافقات سياسيه او غيرها، احنا ما نريد اليوم الفاسد لما يعني يكون عنده فساد ينسب الى جهه سياسيه حتى لا تكون شفيع له، بالعكس احنا نريد تجريده من صفته السياسيه وصفته الحكوميه ومحاسبته امام القضاء كمواطن عراقي. المحاسبه راح تتعارض ويا التوافقات السياسيه اللي شرح حضرتك استاذ علي، يعني قضايا الفساد في الانبار اللي كشف عنها الستار يعني اشارت باتجاه جبهه معينه، هل راح تكون هي هذه القضايا هي عامل مساعد في فك الشراكه بين قطبي المكون، نقصد هنا جبهه الخنجر تحديدا؟ لا بالتاكيد، هم يعني هسه لحد الان المسؤولين اللي عليهم شبهات فساد هم لحد الان هم مسؤولين تنفيذيين صغار، يعني مو يعني ناس بحجم كبير او قيادات سياسيه، هم يعني عباره عن موظفين تنفيذيين، مدير دائره ما اعرف ايش، ولحد الان القضاء ما بت بيهم. فموضوع انه هذا دا نحكي احنا عن اشياء كبيره يعني فك القطبين وغيرها والجهات السياسيه، ليش دائما يشار الى الجهات السياسيه؟ يعني اليوم اذا مدير بلديه في بغداد او مدير دائره عقار في بغداد تم القبض عليه في تهمه فساد، ليش اليوم نروح نتهم حزب معين، حزب كبير مثلا؟ هذا الحزب عنده يعني عنده قواعد شعبيه وعنده تنظيمات في مختلف المحافظات، ليش ما انا احاسبه هذا الشخص لشخصه؟ ليش اروح على القيادات الحزب؟ يعني انا اتذكر لما في وقتها وزير التجاره ما اذكر شنو اسمه السوداني اتصور، لما تم القبض عليه ما اتهمت زعامات حزبه بهذه القضيه، اتهم لشخصه. يعني ليش هاي الازدواجيه بالتعامل؟ احنا نريد التعامل والمحاسبه تكون بخط واحد، يعني مو مسطره متعرجه، لا نريد المسطره تكون عدله وتمشي على الجميع. اما موضوع سفيره امريكيه وتجيب الارهاب وما اعرف ايش، صراحه ما اعرف هاي التصريحات يعني من يتبناها؟ مزاحم الحويت لمن ينتمي؟ يعني هو يقول تحالف اداره الدوله، هو لمن ينتمي؟ اللي جهه سياسيه حتى نعرف يعني هاي التصريحات هل تمثل هاي الجهه السياسيه؟ يعني اليوم انت تتهم السفيره الامريكيه اللي تقعد ويا كل الحكومه وتقعد ويا كل الوزراء تتهمها بانه هي ترعى الدواعش، زين هل من المعقول هذه الحكومه تقعد ويا شخصيه ترعى الدواعش؟ هذا يعني ما اعرف. انا بصراحه ارفض تدخل السفيره الامريكيه، بس هذا الطرح
وهذا ذرم الرماد في العيون مو صحيح. يعني انت تجي لي تقول لي والله تريد ترجع الدواعش للمحافظات الغربيه، لا ماكو شيء، داعش انتهت ولا وجود لها في العالم كله، مو في الانبار، في كل العالم لا وجود لها. اما انت تجي اليوم تريد تخوفني ببعبع داعش وترى داعش واقف ورا الباب، لا لا لا، داعش لا وجود له على الارض، وتم سحقه من قبل القوات العراقيه وانتهى موضوعه. في دقيقه يا شيخ مزاحم، مثل احد دقيقه الاخير شيخ مزاحم، انتمائك السياسي طلب الاستاذ علي نجديه، وكذلك الدواعش وداعش لما انتهت من العالم كله، احنا نتحدث عن عفو عام وهنالك ايضا دواعش في السجون، هذا الكلام يشمل لو ما يشمل؟ نعم نعم. سؤال الاستاذ علي نجديه يسال عن انتماء حضرتك السياسي الى اي جهه سياسيه تنتمي بعد ان عرفناك القياده في تحالف اداره الدوله، وايضا يقول انه داعش انتهت في العالم، ونتحدث هنا عن قانون العفو العام اللي من الممكن حسب اشارتك واشاره اغلب الباحثين في هذا المجال يشيرون الى انه راح تكون هنالك قضايا الافراج عن الدواعش. مستحيل، اللي مطلع على قانون العفو العام لا يشمل الدواعش ابدا. تفضل في دقيقه شيخ مزاحم اذا اسمح. نعم، لا شلون ما يشمل الدواعش؟ هسه تلمت تنتبه لي يا جهه سياسيه قبل لا تجاوب. الدواعش يريد تفنيش الحكم على الدواعش، اعاده محاكمتهم، بعضهم اطلاق سراح، هذا كلها احنا نعرفها. والسيد النجدي ما اعرف من هو، من يا جهه منين، انا اول مره يعني اشوفه التقييم. انا سجاد مبارك لضيوفنا، احنا معارفين نفسك قيادي في تحالف اداره الدوله، لمن تنتبه؟ إذا في عنا الدواعش، انا اقول لك لا 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 لا، توقف وتحترم حدودك. لا احنا ضيوفنا من المعايير حدودك، لا تلقي التهم. انت تقول انا انت بتحالف اداره الدوله، وهذا التحالف بعدنا ضيوف جدليين، انت قاعد تدافع عنا الدواعش من كلام. والله اذا واحد يدافع عن الدواعش فهو انت، وذكرك بتصريحاتك القديمه ارجوك لما كنت تحشي على قوات الحشد الشعبي في 2017 والجوجل موجود وتصريحاتك موجوده، لا تتهم الاخرين بتهمه هي ملصقه بيك. احنا ضيوفنا ضمن النسق الوطني، لا تتهم الناس باشياء انت في السابق كنت تروج لها. خلونا ضيوفنا اذا سمحوا خلينا البرنامج خلينا الحلقه. احنا اجواء وضيوف محترمين، انا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي نجديه الباحث في الشان السياسي، وشكر الكثير لحضرتك الشيخ مزاحم الحويت القيادي في تحالف إدارة الدولة. عيد سعيد مشاهدي الأحبة، في أمان الله.